اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. معنا النهارده نموذج جميل من نماذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله رغم اصابتها بالكانسر فقدت عصاقيها بالكامل، لكنها بقوه ارادتها وعزيمتها تمارس مهامها اليوميه وتقوم بكل واجباتها الاسريه. صديقتنا الجميله زوجه وام مسؤوله عن طفل وتقوم برعايته. تحديات كتير بتقابلها لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها بتقدر تتخطاها بثقتها بنفسها. صديقتنا الجميلة أيقونة من أيقونات النجاح ورمز من رموز قوة الإرادة. رفضت الإستسلام لليأس، قررت تعيش حياتها بالطريقة المناسبة ليها. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وقادرين على العطاء مهما كانت صعوبات وتحديات. قوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها. صديقتنا الجميلة باستخدام الطرف الصناعي بتعيش حياتها، بتقوم برعاية أسرتها ورعاية طفلها الصغير. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وقادرين على العطاء